معلن في الاستوديو السيد فؤاد مخزومي رئيس حزب الحوار الوطني اللبناني. سيد مخزومي اهلا ومساء الخير. اهلا فيك. مرحبا بك. ما تعليقك اولا على استهداف السفاره الايرانيه في بيروت؟ الشيء الملفت انه منذ قيام الثوره الايرانيه بسنه 79 لليوم لم يكن هناك اي استهداف للسفاره او لسياسيين دبلوماسيين ايرانيين. يلي حصل ما في شك انه هناك عدة مفاصل يجب الرجوع إلى. أول شيء التحضير لمعركة القلمون بسوريا، عملية أنه اليوم الوجود المسلح الكثيف بإرسال، لما نطلع أنه لما ظهر سماحة السيد بيومين متتاليين بهالحش الكبير وكان في نوع من الاستغراب أنه بطريقة الظهور بالسرعة، صار في عملية الهجوم على السفارة الإيرانية اللي حصل، اللي هو نحن نجزم الاخر لانه اللي صار بلبنان نحن كنا نتمنى ان نكون بعيدين على هالمواضيع هذه. اذا بنطلع على المواضيع هذه كلها، لكن ما هو اعلنه الظواهري بال 2006 انه هناك صفة في بلاد الشام، لبنان وسوريا والعراق هي بلاد جهاد. طبعا بال 2007 مثل ما بنعرف انه صار في عمليه جند الشام وفتح الاسلام بنهر البارد والمعركه مع الجيش اللبناني، ومن هنيك صفنا صار في نوع من الظواهر اللي عم تطلع انه تفرجي انه القاعده موجوده بلبنان. نحن لسوء الحظ تبنت ايضا هذا الاعتداء، لسوء الحظ نحن بلبنان لانه ليس هناك قرار سياسي لتغطيه الهيئات الامنيه، حاولنا نعيش بحاله انه نرفض وجود القاعده، بس اليوم يلي حصل واضح انه المعركه دخلت للاراضي اللبنانيه. واي رسائل يبعث بها هذا الاعتداء تحديدا؟ سيدي كلياتنا بنعرف انه من لما ابتدت معركه القصير بسوريا والانتصار النظام الاسد على المعارضه السوريه، كان واضح انه نحن صفينا شايفين بطرابلس وبعكار في نوع من التأجيج للوضع الامني واللي عايشينه من وقتها لليوم. طبعا الكل شايفين انه القبله الموقوته عنا هي منطقه عرسان، لانه هيدي هي خط الامتداد ما بين سوريا ولبنان، وطبعا اللي هو فعليا عم يصفي في نوع من التناقل بين البلدين. بتعرف لبنان وسوريا من نتيجه حدودنا مفتوحه يعني بين اثنين. هلا طبعا كلنا بنعرف انه ما حصل بصيدا بعبره مع الشيخ الاسير، اليوم طرابلس محصوره شماليا، المنطقه اللي بالاخر معقول تجر الحرب السنية الشيعية عندنا بلبنان هي منطقة عرسال، بس منطقة عرسال هي من الجهة اللبنانية من منطقة القلمون بسوريا، والكل شايفين انه المعركة هذه قادمة ما قبل اتفاق جنيف او مؤتمر جنيف اللي حيصير فيها. الخوف انه كل ما اشتدت الامور بسوريا رح نشوف انعكاس سلبي عندنا بلبنان، وبعتقد يلي شفناه هو بداية لغاية لسوء الحظ، لانه واضح انه هناك المعركة الاقليمية فاتت على الأراضي اللبنانية بس بشكل البشع. تحديدا من حيث انتهيت، مجلس الأمن الدولي يدعو اللبنانيين اليوم إلى الامتناع عن أي تورط في الأزمة السورية، هل تأتي هذه الدعوة متأخرة جدا؟ كثير، لأنه نحن لسوء الحظ بلبنان لم يكن هناك قرار سياسي بعزل لبنان، يعني سياسة النهي عن النفس لو طبقت من كل الأطراف ما كنا اليوم اللي نحن فيه. لسوء الحظ الطرفين المتنازعين بلبنان إن كانت 8 ولا 14 هذا هم اطراف المعركه بسوريا. هلا يمكن في ناس بيقول لك انه 14 اذار هي عمليه امداد وبعض من المقاتلين حزب الله باعداد اكبر، بس بالنتيجه طرفين متورطين بلبنان. كنا بنتمنى على مجلس الامن ياخذ هالموقف ما قبل ما صارت فيها، لانه اليوم بما اعلنت يلي شفناها اليوم كتائب بالعزام يلي هي فعليا من الاساس تبع جبهه النصره يلي اعترف فيها الظواهري انه هي ممثل ال القاعدة بلبنان. لسوء الحظ يلي كنا متخوفين منه وكان في هناك نوع من عدم القبول من الدولة بوجودها، اليوم أعلنت رسميا، والله يستنى، لأنه اليوم مثل ما بنعرف عم تتأزم الأمور. ما التداعيات محتملة على لبنان؟ سيدي اليوم كلنا بنعرف التحضير لمؤتمر جنيف، الطرفين بدوا يجربوا يعملوا واقع على الأرض ليحسنوا شروط التفاوض بجنيف. بقى اليوم لسوء الحظ المعارك اللي عم يربحها النظام سوف تحول لعملية جر لبنان للمعركة، لأنه الاعتقاد إذا جرينا لبنان للمعركة لكن جرينا حزب الله مما يضعف المعركة بسوريا وساعتها تفتح الحوارات. نحن بنعرف اليوم أنه في بعض البلاد العربية وإسرائيل رافضة للتقارب الأمريكي الإيراني، صح. واليوم وسائل إيران بخارج إيران هي كانت سوريا، حزب الله، وحركة حماس. بعد ما حصل بمصر وصافت الأم
رجعت لمصر، صفت حماس خارج اللعبة الموجودة فيها. بس اليوم الحلفاء الأساسيين استراتيجيين لإيران هن سوريا وحزب الله. لكن إذا بدك تفاوض مع إيران وتضعف موقف إيران، يجب أن تضعف الحلفاء استراتيجيين فيها. سوريا واضح أن الأمور منا ماشي بالشكل يلي كان متوقع غربيا، بينما بلبنان بما أنه ما عندنا مؤسسات الدولة، هيبة الدولة غير موجودة، المعركة يمكن أن تنقل على الأراضي اللبنانية وما قادرين نحن نتداركها لأنه ما في قوى تواجه هالمواضيع. تحديدا في هذا السياق، هل ثمة خشية على سفارات دول أخرى كواشنطن، روسيا مثلا، المملكة العربية السعودية؟ لا بالمرحلة هي، بس ما في شك أنه نحن بلبنان من حوالي سنتين لليوم هناك نوع من التجديد الأمني على كل السفارات، مش بس سفارات البلاد العربية وأمريكا، كلياتها في عليها تجديد. واليوم نحن عم نشوف حتى المواكب تبعول السفراء بلبنان صفت مواكب كبيرة جدا لأنه متخوفين من أنه يترجم هالموضوع. بس شيء برجع بالك إياه الملفت، أنه من أي قيام الثورة الإسلامية بإيران لم نجد أو أي حالة يلي كان فيها تعدي مباشر على الدبلوماسيين. هيدا إن شاء الله ما تكون بداية طريق، لأنه هيدا بتفتح مجال تيكون في هجوم على كل السفرات الموجودة. أشكرك جزيل الشكر. في الاستوديو سيد فؤاد مخزومي، رئيس حزب الحوار الوطني اللبناني. أهلا، شكرا.